السلام عليكم، معكم زينب اللي كتخرج بفيديو. من قبل ما كانش عندي الحليب لولدي، والحمد لله تعاطفوا معايا المغاربه وتعاونوا معايا بزاف، الله يرحم لهم الوالدين. ويعني بالخصوص واحد السيده، امن بلا ما نذكر الاسم ديالها، من برا صراحه مسكينه، صيفطت لي الفلوس، خديت الحليب، الله يجازيها بخير والله يكثر خيرها. الحمد لله، يعني باقي الخير، باقين بنات الناس وباقين ولاد الناس. والانسان واخا كيعيط لك وتيتواصل معاك، ماشي يعني بالشرط يصيفط لك ولا شي حاجه، انسان كيصوني لك، كيعطيك واحد الامال، فهمتي؟ كي زعما كيدعى معاك، يقول لك اختي الله يخليك، دوك الوليدات الله يصبرك عليهم، الله يغلبك عليهم، شحال من حاجه صراحه. يعني كاين واحد التعاطف. واخا يعني شفنا في الفيديو الاول، يعني كنتي ساكنه في واحد كنت ساكنه في واحد البيت صغير، ما كنتش كنقدر نتسرح، ما كنقدر نعس، ما كنقدرش نتسرح. ودابا الحمد لله خويا بفضل المغاربه وخوتي، والله يسهل عليهم والله يخلي لهم صحيحتهم، كريت بيت مشيسع شويه وكبير ومنفس على حساب ولدي، حيت داك البيت الاخر داك الكوزينه كانت فيها الغموليه وداك الشيء. ماشي بيت هذاك، كانت كوزينه. كوزينه صغيره والحمد لله خويا، كان فيها الميديتين. ما راك شتي دابا، راه كريت هاد البويات كبير مصلوح، خديت مانط باش نتغطى على البرد، ما كانوش عندي خويا، كان عندي غير هاد اللي مفرشه لولدي يعني خفيف صافي. وخديت اخويا مانطات باش تغطيت وداكشي، الله يسهل عليهم والله يسلم امورهم. يعني كنت كان عندك حتى واحد المشكله انه ما كانش عندك الحليب لولدك؟ لا ما كانش، كنت كندير ليه سليم. تخرجت بداك الفيديو والناس اتصلوا بيا، كيتصلوا بيا زعما داكشي، كيقول لي جي خدي الحليب، كنشد الطاكسي كنمشي عندهم كيشروا لي الحليب. صراحه الله واحد السيده الله يكثر خيرها مسكينه صيفطات لي صراحه حتى هي باش خديت الحليب وداكشي، يعني وقفات معايا وقالت لي خدي لك الفراش. وكاين ثاني اخويا اللي كيصوني لك، كيقول لك انا يعني دار معاك الكلمه، كيقول لك انا اختي غنجيب لك فراش ونعاونك بشي حاجه، وما كيرجعش، ما كيرجعش يولي صوني ثاني. حنا ماشي مشكل شي اللي كيضحكوا هكاك، الله يخلصهم. هذاك الشيء اللي كاين اخويا، الحمد لله ربي كبير، ربي ما كينساش عبده، وباقيين اخويا بنات الناس وباقيين ولاد الناس الحمد لله. يعني حنا الفيديو هذا خرجنا غير باش نشكروا الناس. هذا الشيء اللي كاين اخويا، انا خرجت غير باش نشكر الناس اللي تضامنوا معايا واللي تعاونوا معايا، وبالفضل ديالهم هما وبسبابهم نقدوا لي ولدي. لحقاش ولدي يلا شهرين، دابا شهرين وشي حاجه، غادي في 3 شهور كنت كنشربوا سليم، وكل شهر اخويا الشان تقداش كانت، يعني دابا رجعت كنشرب ليه الحليب ديالو الطبيعي اللي كان كيشربو. يعني تم اللي جيت عندك اللي بديت بشك فرحانه. خويا راه فرحت اخويا، شريت مانطاش باش نتغطى انا وليداتي، الحليب لولدي اللي كوش عندي، راه الحمد لله خويا هادشي بفضلكم نتوما وبفضل الناس اللي تعاونوا معايا وتضامنوا معايا خويا، الله يسلم امورهم الله يسهل عليهم. يعني كيف ما كانت لاحظ الفيديو كيف ما قلتي ليا الدقائق الاولى بداو كيجيكم مكالمات، وخويا صراحه اللي كيصوني ليا كيقول لي انا من مغارب نيوز، زعما انا متبعهم وداكشي نتعاونوا معاك صراحه. يعني ما كانوش الاغلبيه اللي ما كيتفلوش بزاف، هذوك اللي كيبقاو يصوني ويتفلاو سنو ابي الفيديو داكشي ما كاينش صراحه. تواصلوا معايا يعني ناس بعقلهم والله يجازيهم بخير، ومن برا الله يسهل عليهم وتضامنوا معايا وتعاونوا معايا وخذوا لي الحليب والمانطات باش نتغطى، الله يسهل عليهم الله يسهل على الجميع اخويا. دابا باقي لك خاصك تصيب الوريقات ديال ولدك. الباقي لي خاصني نصاوب الوريقات. الوريقات دابا ديال ولدك نشوفوا هما الاهم، كي غديري فيهم شنو؟ الوريقات ان شاء الله يكون خير اخويا، ما غنضيعوش، غادي نصاوب لي وريقاته وغيقرا حتى هو، ما غاديش يضيع ان شاء الله بحول الله، غادي نصايب لي وريقاته ما غنخليهش بلاش، حتىش بنتي مصوبه لها وريقاتها، يعني هاد الوليد اللي ما مصوباش لي، وغادي نصاوب لي خويا وريقات وما غاديش نخليه بلاش. رسالة ديالك للمغاربه. رسالتي للمغاربه، كنشكركم بزاف والله يسهل عليكم والله يسهل لكم اموركم، واللي فرحني بغيت سيدي ربي يفرحه، الله يسهل عليهم كاملين والله. انا فهمتي عطوني واحد الامل بزاف، يعني غير الناس اللي كيعيطوا لي ويتواصلوا معايا وتيصبروك بزاف الحوايج، انا كنشكرهم بزاف، كنشكرهم كاملين. والناس اللي تعاطفوا معايا وخذوا لي الحليب والمانط باش نتغطى، الله ييسر امورهم والله يسهل عليهم. انا كندعم معاهم من قلبي، زعما علاش فرحوني ونقدوا لي ولدي اخويا، ما نكذبش عليك، شو ولدي كنشكر شو تنفخات بزاف، انا خفت اللي كيشوفو كيخاف، كيقول لي هادشي ماشي طبيعي، ودابا الحمد لله رجع كلشي بخير.